السلام عليكم. أولا أنا شاكر المجتمع الاقتصادي مجتمع الاقتصاد على الدعوة الكريمة، وسعيد إن أول مرة أدي يعني سلسلة محاضرات أونلاين تبقى مع الإيكونوميك سوسايتي، وأي ثينك إن هي تجربة إن شاء الله تبقى يعني مفيدة، وتبقى تجربة يعني بالنسبة لي أتعلم منها وأستفيد منها في التعاون معاكم، وفي نفس الوقت تبقى تجربة مفيدة ليكم وناس كتيرة ممكن تسمع من حتت مختلفة وفي نفس الوقت تشارك، عشان نقدر نستفيد الاستفادة القصوى من الدورة دي. الدورة دي 6 محاضرات، ال6 محاضرات دول كل محاضرة هتبقى حاجة في حدود ساعة وربع لساعة ونص، المحاضرة نفسها هتبقى ساعة، فأنا هقعد أتكلم ساعة إن شاء الله، وبعدين هيبقى فيه في الآخر من ربع لنص ساعة للأسئلة، وبالتالي أي حد عنده سؤال وإحنا حتى ماشيين ممكن يكتبه، سواء على الكومنتس في البرنامج بتاع زوم، أو لو حد بيتفرج من على الفيسبوك ممكن يكتبه في الكومنتس بتاعة الفيديو في الفيسبوك، وهنجمعه في الآخر وهنجاوب على أغلب الأسئلة اللي نقدر نجاوب عليها إن شاء الله بعد الساعة ما تخلص. فإن شاء الله كل مرة من ال6 محاضرات هيبقى عندنا فرصة نجاوب عدد كبير جدا من الأسئلة، وما بين المرة والمرة يعني احنا عندنا 6 أيام، تلات يعني 6 تلاتات ورا بعض، ومن التلات للتلات هيبقى في فرصة لو حد عنده أي سؤال ممكن يحطه في الإيفنت ونجاوب عليه برضو إن شاء الله. احنا المحاضرة البرنامج زي ما كنا تم الإعلان عنه بيشمل 3 أقسام رئيسية. الجزء الأولاني أو السكشن الأولاني ما يعرف بال principles of economics أو مبادئ علم الاقتصاد، والمقصود بيها هنا إيه هي الأسس الأساسية لأي حد بيدرس اقتصاد عشان يبقى فاهم الاقتصاد. هنتكلم فيها على موضوعات زي العرض والطلب، هنتكلم فيها على موضوعات هو العرض ده بيتأثر بإيه والطلب بيتأثر بإيه إلى ما خلافه، ودي يعني مواضيع مهمة وتوبكس مهمة هنتكلم عليها النهاردة وهنتكلم عليها في المحاضرة اللي جاية. بعدين الجزء الثاني هنتكلم على المايكرو ايكونومكس أو ما يعرف ب الاقتصاد الجزئي، وده معني ب ازاي الشركات والافراد بيتصرفوا. فلما اقول في شركه عايزه تعظم من ايرادها بتعمل ايه، او فرد عايز يعظم من ايراده او يعظم من المنفعه بتاعته هيعمل ايه، ودي مهمه جدا عشان احنا كافراد نبقى مدركين للطريقه اللي احنا بنتصرف بيها، ونبقى كشركات او اي حد في السوق يبقى قادر يفهم بشكل كبير هو ليه الشركات اللي في السوق دي بتتصرف كده، ولو انا شركه شغاله في السوق ابقى قادر اعرف العميل اللي انا بستهدفه ده ازاي استهدفه، اسعر له ازاي، هل احسن اديله خصومات ولا اديله كميه زياده، يعني مثلا اديله 30% خصم ولا اديله يعني فوق ما يشتري 2 ياخد الثالثه مجانا، ده خصم وده خصم ايهم افضل. فهنتكلم عن الحاجات دي، ودي المحاضره الثالثه والرابعه. القسم الاخير او الجزء الاخير هو الماكرو ايكونومكس او الاقتصاد الكلي، وفي الاقتصاد الكلي هنكون بنتكلم على سياسه الدوله بشكل عام، ازاي الدوله بتدير الاقتصاد، اي دوله مش بس مش بنتكلم على دوله بعينها، بنتكلم على اي دوله ايه هي السياسات اللي بتبقى بتديرها دي بتدير بيها، والسياسات اللي هي بتدير بيها دي بتشتمل على حاجات بنسميها سياسه ماليه ليها علاقه بالانفاق الحكومي ووزاره الماليه على وجه الخصوص، وحاجه ثانيه بنسميها سياسات نقديه او السياسات اللي متبعه من قبل البنك المركزي فيما يخص بسعر الصرف وفيما يخص بسعر الفائده. فهنتكلم على الموضوعين دول بشكل كبير، وبالتالي دول ال3 اقسام للدوره. ان شاء الله النهارده هنبدا بالقسم الاولاني المختص بال principles of economics او مبادئ الاقتصاد. واحنا بنتكلم على مبادئ الاقتصاد عندنا 3 حاجات هنتكلم عنهم. هنتكلم في البدايه على بدايه علم الاقتصاد وتطور الفكر الاقتصادي بشكل مبسط، عشان علم الاقتصاد او الاقتصاد ده ما طلعش مره واحده، يعني ليه تاريخ مهم ان الناس وهي بتدرسه او بتتعرف عليه سواء كناويه تتخصص فيه او ناويه على الاقل ان هي تبقى حتى بتستفيد منه في حياتها العمليه، محتاجه تبقى فاهمه ايه هو ده وجا منين. الحاجه الثانيه هنتكلم على النظم الاقتصاديه المختلفه، النظم دي زي النظم الراسماليه والاشتراكيه، هنتكلم على كل واحد من النظم دي
وهنقارن بينهم، ايه الفرق بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي، وهنتكلم على كل واحد من النظم دي ازاي، يعني ايه اللي بيفرقوا عن التاني. وبتصور ده توبيك مهم، ودول ان شاء الله نخلصهم النهارده قدر المستطاع. بعدين في 10 مبادئ كتبهم او ارساهم واحد من الاقتصاديين الكبار اسمه مانكيو، او لو بتتنطق كده يعني، ومانكيو دول ليه 10 اسس حاول يبسط فيهم العلاقات الاقتصاديه بشكل كبير، برضو هنتكلم عنهم ان شاء الله. لو جينا بصينا على الاقتصاد كعلم، طبعا لو في حد من المهندسين بيسمعنا او حاضر المحاضره، هي هي يعني دايما في حساسيه كبيره بين الجماعه بتوع الهندسه والجماعه بتوع العلوم بشكل عام، هندسه وطب وفيزياء وحساب ورياضيات، مقارنه بالجماعه الادبي سواء حقوق او اقتصاد او كده، ان تعريف كلمه علم حاجه بيجي في الاعتبار حاجه معقده. فدايما الجماعه بتوع الهندسات وبتوع بتوع العلوم بشكل عام بيشوفوا ان الاقتصاد ما هوش علم بتعريفه الدقيق يعني، وان الموضوع ادبي في الاخر والموضوع مش معقد قوي كده. لكن هو بالتاكيد علم ما هوش زي الرياضيات في نفس حجم التعقيد، لكن علم مهم، والعلم ده ما هوش قديم قوي زي علم الرياضيات، ما هوش بقاله 1000 سنه او 800 سنه، هو علم كله عمره 200 300 سنه، بس في ال 200 300 سنه ده اثر بشكل كبير على الناس، واثر بشكل كبير على حياتنا الشخصيه. ولما نيجي نتكلم في الدوره هنا هنكتشف ان في حاجات كتيره جدا الاقتصاد احنا بيأثر علينا احنا كافراد وكاسر وكعائلات، لكن احنا ممكن ما نكونش بناخد بالنا منها يعني بشكل اساسي. وبالتالي الاقتصاد كعلم لو جينا بصينا هنلاقي ان تاريخيا كانت المجتمعات مجتمعات بسيطه. يعني ايه مجتمعات بسيطه؟ يعني كانت المجتمعات بتقوم على رعايه الغنم او بتقوم على شويه زراعه، فتلاقي في حد عنده شويه غنم وقاعد في حته، الحته دي بيرعى فيها الغنم، بياخد اللبن بتاع الغنم ده بيشرب بيه، بيذبح كل كم فتره واحده من الغنم ياكلهم، عنده شويه زراعه عايش عليهم. وبالتالي المجتمعات كاقتصاد كانت مجتمعات بسيطه. يعني ايه؟ يعني ما كانش عندنا مدن المدينه الواحده فيها عايش 20 و30 مليون، ما كانش عندنا حجم من الشركات اللي احنا بنشوفها النهارده، فكان المجتمع كمجتمع بسيط. فلما المجتمع كان بسيط كان توزيع الثروه وتوزيع الموارد جوه المجتمع كان بسيط بالتبعيه. وبالتالي انا النهارده يعني لما اجي ابص على اي مجتمع، الاقتصاد معمول علشان يدرس ازاي المجتمع هيقسم الموارد المحدوده اللي بيقابلها على الافراد بشكل مختلف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي انسان عنده مجموعه من الاحتياجات، وكذلك المجتمعات. بمعنى ان انا كشخص لو جه حد سالني انت نفسك في ايه؟ فقال والله نفسي في ال10 حاجات دول. اول ما اخلص ال10 حاجات دول حياتي مش هتقف، هبقى نفسي في حاجات تانية. اول ما تجيلي الحاجات التانية هبقى نفسي في حاجات ثالثه وهكذا. فبالتالي المجتمعات دايما بيبقى عندها احتياجات، والاحتياجات دي بتزيد بمرور الوقت مش بتقل. بينما الريسورسز او الموارد اللي عند المجتمع ده محدوده الى حد كبير، فاي حد اي مجتمع عنده عدد كبير جدا من الاحتياجات بينما الموارد بتاعته اقل. فازاي اقسم الموارد دي على الاحتياجات، الموارد المحدوده على الاحتياجات الكبيره، هو ده اللي معني بيه علم الاقتصاد. لما كان زمان المجتمعات بسيطه وكانت مجتمعات مبنيه على الزراعه او مجتمعات مبنيه على رعايه الاغنام، ما كانش الموضوع معقد قوي. كان في رعاية الأغنام هي قبائل، كل قبيلة عندها شوية عائلات تحتيها، عندهم شوية غنم وشوية زراعة وشوية نخل وبيقسموها بينهم، فالموضوع مش معقد. حتى في أيام الإقطاع في أوروبا في العصور الوسطى، الإقطاع ما كانش اقتصاديا ما كانش يعني ما كانش معقد من الناحية الاقتصادية، لأن كانت الثروة متركزة في إيد عدد معين من الناس. العدد المعين من الناس دول هم اللي في ايديهم الريسورسز الاساسيه او الموارد الاساسيه، وناس كتيره بيشتغلوا عندهم بشكل اساسي. وبالتالي لما تيجي تبص على توزيع الثروه او توزيع الموارد هتلاقي في حد اقطاعي
هو اللي بيدير الضيعه او بيدير مجموعه المزارع، وعدد كبير جدا من الفلاحين بيشتغلوا تحتيه ومجبرين ان هم يشتغلوا تحتيه وما عندهمش مساحه ان هم يتحركوا من حته لحته غير بموافقته. وانا هنا مقصود بالحته دي هي الفتره اللي انتشر فيها الاقطاع في اوروبا على وجه الخصوص. بعدين بشكل مره واحده حصلت الثوره الصناعيه في القرن ال 17 وال 18. الثوره الصناعيه دي هي بدايه من اختراع المحرك البخاري او الستيم انجن. المحرك البخاري لما طلع غير بشكل رئيسي جدا الطريقه اللي الاقتصاد في العالم بيشتغل بيها. فكان قبل كده الاقتصاد معني بتوزيع الموارد المحدوده على احتياجات كبيره جدا 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 وما بتنتهيش. الاحتياجات دي احنا كاشخاص دايما عندنا احتياجات كبيره ومتجدده ومتطوره، وكمجتمعات كذلك. لما كانت المجتمعات بسيطه كان الاحتياجات بتاعتهم والموارد تقدر تماتش دم او تقدر تعمل لهم توازن بشكل كبير. مره واحده حصلت الثوره الصناعيه. لما حصلت الثوره الصناعيه ابتدى يبقى في تغير استراتيجي. كان زمان عشان تبقى غني لازم تبقى مولود من عيله فيها حد لورد يدي لك احد التايتلز او احد السمات، تبقى امير او تبقى من الاشراف او من الاعيان او من النبلاء في الحته اللي انت فيها، ودي الطريقه الوحيده عشان تبقى غني. غير كده عمرك ما هتبقى غني، فهتبقى يا اما مش متعلم فشغال فلاح في العزبه، يا اما متعلم فهتبقى اخرك بتلعب دور فهيم افندي في العزبه، فما عندكش اوبشنز احسن من كده بكتير. لما قامت الثوره الصناعيه بقى في طرق كتيره ممكن تعمل بيها ثروه. الطرق دي منها انك تخترع حاجه، يعني انت ممكن تروح بمنتهى البساطه بتخترع حاجه زي اللمبه. اللمبه دي تغير الشكل اللي العالم شغال بيه وتعمل منها كميات كبيرة من الفلوس، وبالتالي في فترة زمنية صغيرة من غير ما يبقى أبوك من النبلاء ولا من الأمراء تبقى غني وتبيع الكلام ده للناس. لما تخترع حاجة زي المحرك البخاري أو الستيم انجن نفس الكلام، تقدر تجنريت أو توجد كمية كبيرة جدا من الفلوس. فمرة واحدة ابتدى يبقى في احتياج لدراسة الاقتصاد، لأن المجتمعات البسيطة اللي كنا عايشين فيها لفترات طويلة اتغيرت، ما بقتش مجتمعات بسيطة زي ما كانت، بقت مجتمعات أكثر تعقيدا. وبالتالي بقى في احتياج ان احنا ندرس طيب هنوزع الموارد دي ازاي. ابتدى كان زمان الصناعات كانت عبارة عن ايه، كان واحد حداد بيعمل سيوف بيقف في السوق يبيع السيوف دي للناس اللي جاية تشتري منه، واحد عنده مخبز بيعمل عيش وبيبيعها، فكان الاقتصاد بسيط جدا. مع الثورة الصناعية ابتدى يظهر فكرة خط الانتاج، ابتدى يظهر فكرة ان انا ممكن يبقى عندي خط انتاج بينتج 20 قميص في اليوم. طب ال 20 قميص دول لما ننتجهم هننتجهم ازاي؟ هل فابتدى يظهر احتياج كبير لمناقشة ازاي الافراد بيستهلكوا وازاي الشركات بتنتج وعلاقة الافراد بالشركات دي وازاي بيتم توزيع الناتج بتاع النشاط الاقتصادي ده. كان قبل كده الناتج ده بيروح للاعيان او النبلاء والفلاحين اللي موجودين خلاص بياكلوا ويشربوا خلصنا على كده. طب النهارده ما بقاش في اعيان ونبلاء والناحيه الثانيه فلاحين ونظراء، لا بقى في موظفين وفي شركاء، وبالتالي الشكل الاقتصادي اتغير، وبالتالي بقى في احتياج ان علم الاقتصاد يظهر. ومن هنا ابتدى علم الاقتصاد مع الثوره الصناعيه يطلع عشان يفسر كميه كبيره جدا من الظواهر اللي كانت بتقابل الناس في الفتره دي. فابتدى يفسر هو ازاي الناس بتستهلك. فكان يعني كان في دايما السؤال هو اللي بينتج ازاي؟ هل في حد لازم يقعد يقول له انتج كميه انتاج قد كده، ولا هو يفتح المصنع الصبح وينتج وخلاص؟ ده سؤال استراتيجي. طب المستهلك وبالتالي اللي بينتج ابتدى يبقى في الاسئله دي، والاسئله دي بقت استراتيجيه جدا، وبقى كل واحد بيسال عنها. وابتدت كمان الدول اللي كانت عايشه بشكل مستقر تماما ان كل مدينه او منطقه متقسمه على مجموعه من النبلاء، والنبلاء دول هم اللي بيدوروها وبيدوروا تحتيها الفلاحين اللي شغالين، ابتدى النبلاء دول ما بقاش هم اللي مسيطرين على الاقتصاد، بقى في اقتصاد شكله مختلف اختلاف كلي، بقى في شركات بتطلع، وبالتالي ابتدت الدوله تسال طب انا دوري ايه؟ هل دوري ان انا اوزع الموارد بتاعتي؟ هل دوري ان انا احدد لكل واحد ينتج قد ايه؟ طب اللي بيستهلك هل دوري احدد لكل واحد استهلاكه قد ايه؟ وابتدى يظهر نوع من انواع الاختلاف الاستراتيجي في وجهات النظر.
فطلع في فتره من الفترات مع عز الثوره الصناعيه، طلع ادم سميث اللي هو يعرف بابو علم الاقتصاد. وادم سميث كان ليه نظريه رئيسيه اللي بيسموها الانفيزبل هاند او الايدي الخفيه. نظريه ادم سميث ببساطه بتقول ان الراجل اللي بيصنع او الراجل اللي بيزرع او الراجل اللي بيخبز مش بيخبز وبيصنع عشان خاطر هو طيب، هو بيخبز وبيصنع عشان خاطر في طلب على منتجاته. نفس الكلام هو ليه بيعمل الكلام ده؟ لان في حد زيي وزي حضراتكم بيدور على المنتجات دي، وبالتالي لو سيبنا كل واحد في حاله يدور على مصلحته فهنلاقي في ناس بتنتج. الناس اللي بتنتج دي عمرها ما هتنتج منتجات غير لو سألت قبل ما تنتج هل المنتجات دي هتتباع ولا لا، فهتبقى حريصة انها تنتج منتجات عليها طلب. لما تنتج المنتجات اللي عليها طلب دي هيجي ناس يشتروها منهم، وبالتالي هينتج عن هذا الكلام ان حصل بيع حقيقي. طيب لو واحد انتج النهارده حاجه مثلا كان المفروض بيخبز 20 رغيف عيش، خبز 25 رغيف عيش، هينتهي بيه الحال ان في نهايه اليوم معاه 5 رغيفه زياده، فالنتيجه دي ان تاني يوم مش هيخبز 25 رغيف عيش، هيخبز 20 بس، وبالتالي العرض والطلب هم اللي غيروا النمط بتاع الانتاج بتاعه، وبالتالي هو بقت النظريه بتقول ايه؟ سيب الناس تشتغل زي ما هي عايزه، الناس لما تشتغل زي ما هي عايزه الشد والجذب او العلاقه بين العرض والطلب، العلاقه بين المستهلكين والمنتجين هي اللي هتحدد كميه البضاعه اللي هيتم انتاجها وازاي البضاعه دي هتتوزع على الناس، وبالتالي انت يا دوله ما تتدخليش في تحديد كميه الانتاج اللي مطلوبه، ما تروحيش للراجل الخباز تقولي له انت كميه معينه من منتج معين، لا سيبي الراجل ده. وبالتالي لما تسيبي كل واحد هينتج الكميه المناسبه ليه، ولو انتج زياده فهيلاقي ان هو عنده فائض وبالتالي تاني يوم مش هيكرر التجربه، ولو انتج اقل هياخد باله التاني يوم وينتج ويبقى مزود في الانتاج بتاعه. نفس الكلام الواحد بناء على مستويات دخله بينزل السوق هيشوف ايه هي المنتجات اللي مناسبه ليه وبالتالي يشتري منها، ودي هي نظريه ادم سميث اللي كانوا بيسموها الانفيزبل هاند الايدي الخفيه، وكانه بيقول ان احنا لو سيبنا المنتجين والمستهلكين كل واحد يدير النشاط بتاعه بحريته فكل واحد هيدور على مصلحته، وهو بيدور على مصلحته في الانتاج وفي الاستهلاك هيتفقوا مع بعض في الاخر، وكان في ايد خفيه، الايد الخفيه دي نجحت في ان هي توصل بالسوق الى حد من الاستقرار او حد من ان اللي بينتج عارف ينتج كميه اللي مطلوبه والمستهلك عارف ياخد الحاجات اللي هو محتاجها. فده فيما يخص ده. لما حصلت ودي اللي فضلت الثوره الصناعيه قائمه عليها وفكره ان الدوله محتاجه ترفع ايديها عن الانتربرنورز او رواد الاعمال او اصحاب الاختراعات في الفتره دي اللي اخترعوا كميه كبيره من الحاجات، المحرك البخاري والعربيات والقطورات وكل والبرنتنج بريس او المطابع، كميه من الاختراعات حصلت في القرن ال 17 وال 18 بشكل اكبر في اوروبا، وحصلت ثوره سميت بالثوره الصناعيه، واوروبا بدل ما كان تركز الثروه فيها مع المزارعين او على وجه الخصوص مع الاقطاعيين، مره واحده اتنقل بقى في ايد الناس المخترعين اللي بيطلعوا بافكار وبيعرفوا يدوروا الافكار دي وبينفذوها على الارض. فده كان واحد من اكبر التغيرات اللي حصلت، وابتدت يطلع مدرسه في الاقتصاد. ومرور الوقت ومع مرور الثوره الصناعيه ابتدى يبقى في مشكله ان المصانع اللي اتعملت دي اصحاب المصانع دول في الاول كانوا طيبين وكانوا بيعاملوا العمال احسن بكتير ما كانوا النبلاء في المزارع بيعاملوا الفلاحين والمزارعين، بس بمرور الوقت مستوى المعيشة اللي عايش فيها العمال في المصانع تدهور جدا، حالات اللي بتقابل حالات الوفاة والمرض والظروف المعيشية الصعبة جدا بقى فيها مشكلة، وبالتالي ابتدى يظهر ان النظرية بتاعت سيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه اللي هي بيسموها الليسيفير او سيب كله اللي هي نظرية ادم سميث، سيب كل واحد براحته وفي الاخر السوق هيظبط نفسه، ابتدى يبان ان التصور ده ليه بعض السلبيات، وابتدى يظهر تيار معاكس كبير جدا، تيار بيسموه تيار الاشتراكي اللي طلع بيه كارل ماركس، واللي كانت وجهه نظره ان الراسماليه دي لما هتاخد مساحه كبيره رجال الاعمال واصحاب المصانع هيستبدوا بالناس، وبالتالي المجتمع هيتقسم لطبقات، ولما المجتمع يتقسم لطبقات بناء على الدخل
مش بناء زي زمان ايام الملكيه بناء على ده من النبلاء والامراء وده من عوام، لا ده من الاغنياء وده من الفقراء. فالعلاقه بين البرجوازيين اللي هم الاغنياء والبروليتاريا اللي هم الفقراء هيحصل صراع بينهم، والصراع ده يعني هينتج عنه تغير في النظام الاقتصادي ومشاكل سياسيه. ومن هنا ابتدى يظهر توجه عام، انا بحاول اختصر على قد ما نقدر، يعني توجه عام مضاد للتوجه الراسمالي بيقول ان انت مش المفروض تسيب الحبل على الغارب للشركات وللراسماليه، لازم الدوله يكون ليها دور. الدوله ما ينفعش تكون مجرد قاعده بتتفرج، لا هي الدوله محتاجه تحدد شويه، تتدخل في كميات الانتاج، تتدخل في انماط الاستهلاك، تتدخل في الطريقه اللي كل واحد فيها عايش ازاي، تطمن ان في تامين صحي لو حد حصل له حاله مرضيه نتيجه عمل الدوله تامن عليه او تكفله. وبالتالي الدوله ما ينفعش تفضل ساكته. وبالتالي لما نيجي نبص ما قبل الثوره الصناعيه ما كانش في علم اقتصاد بمفهومه اللي احنا شايفينه النهارده، بنظريات بفورمولاز وايكويشنز وناس تقعد بالسنين تدرسه وتعمل فيه ماجستير ودكتوراه، ما كانش اصلا موجود وكان بيطلق عليه حاجات مختلفه ابعد ما تكون عن الاقتصاد. مع الثوره الصناعيه بقى في احتياج لتفسير تصرفات الافراد والشركات، وبقى في احتياج ان احنا نشوف الدوله المفروض تعمل ايه. وهنا الراسماليه شدت حيلها في الاول، وادم سميث الملقب بابو علم الاقتصاد كان هو ليه السبق في حاجه زي كده. مع استمرار الثوره الصناعيه وزياده المساحه اللي اخذها المخترعين ورجال الاعمال في الاول اثرت سلبا على العمال، وبالتالي العمال ابتدوا يعانوا وابتدى يبقى في طبقات في المجتمع، فطلعت نظريه معاكسه وهي النظريه الاشتراكيه، وطبعا على راسها كارل ماركس وكتابه راس المال او كابيتال، هو ده واحد من اكبر الحاجات اللي كانت ضد هذا الموضوع. وبقى من ساعتها احنا عندنا مدرستين اساسيتين في الاقتصاد. طبعا من هنا يعني من ساعتها في ال 200 سنه دول طلعت نظريات فرعيه، لكن يظل في تيارين رئيسيين، تيار بيدعو لحريه العمل الاقتصادي وفتح مساحه لرجال الاعمال والسوق يتحرك بحريه، وتيار بيدعو لدور كبير للدوله، ان الدوله هي اللي تخطط وهي اللي تقسم الانتاج، والدوله ما تسيبش رجال الاعمال هم اللي يكونوا بيديروا الاقتصاد وهي اللي تكون ماسكه كل حاجه. ده هو الصوره اللي كانت موجوده وفضلنا عليها لحد النهارده مع وجود مدارس اصغر من وقت للتاني. تمام، طيب تعال نطلع من الجزء بتاع النظريات الاقتصاديه ونتكلم على بعض المفاهيم الاساسيه اللي في الاقتصاد اللي ما يختلفش عليها تقريبا اي حد او اغلبيه الناس هتتفق عليها، لان الاقتصاد عنده مجموعه من المبادئ الاساسيه اللي ممكن الواحد يفكر فيها. اولا ما يعرف بالاوبورتيونيتي كوست او تكلفه الفرصه البديله. احنا لما بنيجي نحسب اي حاجه بنحسبها بالتكلفه اللي احنا دفعناها. يعني مثلا لو واحد بيحضر الدوره اللي احنا عاملينها دي بيحضر ساعه، فهو الساعه دي بالنسبه له انا دفعت كام؟ يقول لك انا ما دفعتش حاجه، الدوره ببلاش. يبقى انا التكلفه بتاعتي المباشره صفر. بينما ده مش صحيح، لان التكلفه دي صفر عشان انت ما دفعتش حاجه من جيبك، بس انت في الساعه دي حضرتك او حضرتك كنت ممكن تعملوا حاجه تانية، فالحاجه التانية اللي كنت ممكن تعملوها بدل ما تقعدوا تسمعوا المحاضره دي هي دي تكلفه الفرصه البديله. وبالتالي لو الواحد كان عنده فرصه ان هو يكون شغال على حاجه تكسبه رقم معين، فهو خسر الرقم ده لما قعد يشتغل او يسمع المحاضره دي. وبالتالي تكلفه الفرصه البديله هو الحاجه البديل اللي انا اتنازلت عنه عشان اعمل الاكشن اللي بعمله النهارده. وبالتالي انا لو بعمل ماجستير، الماجستير ده هيكلفني على سبيل المثال 10,000 دولار، هو هيكلفني 10,000 دولار ده المبلغ اللي انا هدفعه للجامعه عشان تدخلني اخد الماجستير، بس انا هحط من وقتي 25% من وقتي لمده سنتين، فانا والله لو بخسب في الشهر 1,000 دولار يعني 250 دولار في السنه يعني 3,000 دولار في سنتين يعني 6,000 دولار زائد ال 10 اللي دفعتهم يبقى التكلفه الاجماليه 16. ليه؟ 10,000 دولار دفعتهم من جيبي و 6,000 دولار ده وقتي اللي ليه ثمن اللي كنت ممكن استخدمه واعمل بيه حاجه وانا بطلت اعمل بيه حاجه. وعلى هذا الاساس رحت بداله اخذت الماجستير. وبالتالي مهم جدا ان الفرق بين الناس بتوع المحاسبه والناس بتوع الاقتصاد، الناس بتاع المحاسبه بيحسب الفلوس اللي طلعت من جيبه،
الناس بتاعت الاقتصاد بيحسب الفلوس اللي طلعت من جيبه زائد الفلوس اللي كانت هتخش جيبه لو كان عمل حاجه تانية مختلفه عن اللي بيعملها دلوقتي. ومن هنا ده تكلفه الفرصه البديله. لو جينا بصينا على احد المفاهيم الاساسيه التانية، هو ايه هي عوامل الانتاج. دايما اي حد في الاقتصاد سواء راس مالي او اشتراكي بيبص على انا ايه هي الموارد اللي موجوده على من قدامي. انا عندي ثلاث انواع من الموارد، عندي الناتشرال ريسورسز الموارد الطبيعيه وعلى راسها الارض، والارض دايما او الاراضي هي واحد من اكبر الموارد الاساسيه. احد الموارد الاساسيه اللي ممكن ان هي تكون بتقابل اي حد بشكل اساسي. الموارد الاساسيه دي زي ما قلنا الارض واحده من اكبر الموارد الاساسيه اللي بتقابلنا، والارض دي دايما في الاقتصاد ليها اهميه كبيره، لان هي دي بتعتبر ان حاجه من عند ربنا وربنا سابها عشان البشر يستفيدوا منها. ففي دايما نظريات اقتصاديه كبيره عندها راي ان الارض هي اهم مورد من الموارد البشريه. في مدارس اقتصاديه تانية شايفه ان اهم مورد من الموارد البشريه هي الايد العامله، الانسان ووقته اللي هو بيحطه عشان يشتغل، ده مورد من الموارد الاساسيه. وبالتالي مهم جدا ان انا كحد اكون بدير الاقتصاد عيني على الايد العامله. في نوع ثالث بمدارس اقتصاديه ثالثه بيشوف ان اهم مورد هو راس المال. راس المال يعني الفلوس اللي قادره تشتري مكن واجهزه ومصانع. وبالتالي انا عندي ثلاث انواع من عوامل الانتاج. اول مورد من عوامل الانتاج هو الموارد الطبيعيه على راسها الارض. ثاني حاجة هي العمالة أو إيد العاملة أو وقت الناس. ثالث حاجة هي الكابيتال اللي هو رأس المال. الرأس المالية بطبيعة الحال بتشوف إن أهم حاجة هو رأس المال. الإيد العاملة النظريات الاشتراكية أو المدرسة الاشتراكية بتشوف إن ده أهم مورد من موارد الإنتاج. والناتشرال ريسورسز بعض المبادئ أو مدارس الاقتصاد يعني مش الأخيرة اللي في الفترة الأخيرة بس زمان كانت بتشوف ده، وإن كان دلوقتي يعني بتصور ان احنا ما بين النظريتين والعالم من بقاله 200 سنه بيروح شويه، تلاقي يجي عليه فتره الراسماليه هي اللي طاغيه، بعد شويه الراسماليه لما تطغى يبان سلبياتها فيقوم جاي طالع الراسماليه كبديل، وهكذا. ونفضل رايحين جايين رايحين جايين ما بين النظريتين دول لحد ما يعني كل شويه نبدل بينهم يعني. تمام. طيب واحنا بنعمل ده محتاجين نفكر في حاجتين. طب هي الناس بتعمل تريدنج او بتتاجر مع بعض ازاي؟ بتتاجر عندها سوق، السوق ده هو السوق بالنسبه لنا احنا هو المكان اللي الناس بتروح تشتري منه. وبالتالي ابسط مثال للسوق سوق التلات او سوق الجمعه بتاع العربيات اللي هو واحد ينزل، او الفار ماركتس او الاسواق اللي بتتعمل وما زال كتير منها بتتعمل في اوروبا في اوقات معينه في الاسبوع او اوقات معينه في الشهر في يوم معين، تلاقي الناس كلها اتقابلت واتجمعت. فالسوق هو مكان الناس بتتجمع فيه عشان يكون اليه للناس تتبادل. تتبادل يعني ايه؟ انا عايز حاجه بشتريها وبديك قدامها حاجه تانية، وانت عايز حاجه بتشتريها وبتديني قدامها حاجه تانية، وقصاد الكلام ده كل واحد بيشتري حاجه بيدفع فلوس، واللي بيبيع بياخد الفلوس دي. وبالتالي السوق هو ما هوش بس مكان، هو آلية لتبادل السلع والخدمات. والآلية دي التبادل ده لما بيحصل بسعر، والسعر ده هو اللي احنا بنسميه البرايس او السعر. اي حاجة اتفق البيع والشاري عليها كتمن لتبادل السلع والخدمات هو ده السعر. وبالتالي انا لما اجي ابص لاي اقتصاد محتاج ابقى عارف ان عندي ثلاث موارد للانتاج: الموارد الطبيعية، الايد العاملة، وراس المال. ومحتاج اعرف ان التبادل اللي بين الناس دي وبعض هي السوق. السوق ده ممكن يكون سوق عربيات، ممكن يكون سوق اسهم وسندات زي البورصه، ممكن يكون سوق خضار، ممكن يكون سوق ايد عامله في موظفين عايزين يتعينوا، ممكن يكون اي حاجه فيها تبادل هي تعتبر سوق. والسعر اللي الناس بتستقر عليه هو ده السعر اللي تم التعرف عليه، او ده البرايس بتاع الحاجه في السوق. لو جينا بصينا على طيب انا النهارده رايح السوق عندي حاجه عايز اشتريها، وفي حد تاني رايح السوق عنده حاجه عايز يبيعها، او في مجموعه رايحين عايزين يشتروا ومجموعه رايحين عايزين يبيعوا،
المجموعه اللي رايحه تشتري دي بتمثل العرض، بتمثل الطلب، دي الناس رايحه تشتري، والناس اللي رايحه تبيع دي بتمثل العرض. وبالتالي لو احنا رايحين السوق نشتري عربيات، في 10 افراد رايحين يشتروا، كل واحد عايز يشتري عربيه، ولنفترض احنا ال10 ما عندناش اي مشكله نشتري عربيات مستعمله، وفي السوق اللي احنا رايحينه ده 10 افراد عندهم عربيات مستعدين يبيعوها. فهم بقى عندي منحنيين، منحنى بالازرق ده منحنى كيرف بيسموه الديماند كيرف او منحنى الطلب، ومنحنى تاني بالاحمر اللي بيسموه السبلاي كيرف اللي بيسموه منحنى العرض. الاثنين بيتقابلوا، ولما بيتقابلوا النقطه اللي بيتقابلوا عليها دي هي النقطه بتاعه التوازن اللي في السوق، وبالتالي دي البوينت اوف ايكوليبريم او بوينت التعادل او التوازن اللي بيحصل في السوق. فلو النهارده احنا 10 رايحين نشتري عربيات وفي 10 عربيات، كده السوق هيظبط، هيحصل توازن. طب افرض احنا 15 واحد رايحين نشتروا بس في 10 عربيات بس، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي كل واحد مننا يبقى مستعد يدفع فلوس اكتر، يقول انا مستعد بدل ما عايز ادفع مثلا 100,000 جنيه انا مستعد ادفع 105 110 عشان اخد، لان احنا في 15 واحد وفي 10 عربيات، ففي الاخر في 5 مش هيشتروا. طب ايه الحل للكلام ده؟ اللي هيشتري هم ال10 اللي مستعدين يدفعوا اكتر، بينما وبالتالي دي نقطة الطلب أكبر من العرض، وبالتالي السعر هيعلى. بينما في أوقات ممكن يبقى عدد العربيات 10 بس اللي رايحين يشتروا 6، وبالتالي في إحنا الستة كده كده هنشتري، لكن اللي بيبيعوا هم 10، 6 هيبيعوا وأربعة مش هيبيعوا حاجة خالص. طيب السبلاي لما نيجي نبص عليه أو العرض هنلاقي إن في دايركت ريليشن أو علاقة طردية، علاقة طردية بين السعر وبين الكمية اللي بيتم إنتاجها. انا كواحد بنتج، بصنع عيش، بصنع جبنه، بصنع ازايز ميه، بقدم اي خدمه من الخدمات، كل ما السعر بتاع المنتج اللي انا ببيعه بيزيد كل ما رغبتي على زياده الانتاج بتزيد. انا مثلا النهارده كنت بصنع مثلا على سبيل المثال رغيف عيش ببيعه ب 2 جنيه، لو الطلب عليه زاد في السوق وبالتالي سعره زاد في السوق بقى 3 جنيه وتكاليفه هي تقريبا، فبقى عندي رغبه ان انا اصنع منه اكتر. فنفس الكلام على اي حاجه، نفس الكلام على واحد بيصدر، كان بيصدر كميه معينه من المنتجات، السعر اللي كان بيبيعها بالدولار مثلا في بلد زي مصر، في بلاد ثانيه زي افريقيا حصل انخفاض في سعر صرف العمله بشكل كبير، فاللي كان بيصدره برقم بيجيب له الدولار كان بيجيب له 9 جنيه، النهارده الدولار بيجيب له 18 جنيه، بينما التكلفه ما زادتش معاه ما تضاعفتش، وبالتالي بقى عنده رغبه ان هو يزود العرض بتاعه، وبالتالي العرض في دايما علاقه طرديه او علاقه مباشره بين السعر وبين الكميه اللي انا مستعد انتجها، كل ما السعر يزيد كل ما الكميه اللي انا مستعد انتجها بتزيد. طيب العرض ده بيتاثر بايه؟ بيتاثر بشويه حاجات، بيتاثر باسعار منتجات مربوطه بالمنتج بتاعي، يعني انا مثلا النهارده بنتج منتج معين، فلنفترض بنتج الكريمر اللي بينزل مع النسكافيه، فالناس مش هتشتريه غير لو اشترت النسكافيه، فالناس لو ما اشتريتش النسكافيه مش هتجيب الكريمر او اللبن الصغير ده اللي بتحطه فوق النسكافيه. على سبيل التبسيط، الانبوت برايسز اسعار المدخلات، اسعار المدخلات اللي انا بستخدمها في الانتاج لو سعرها منطقي وما بيزيدش بشكل كبير ده ممكن يشجعني. القرارات الحكوميه، لو الحكومه بتدي دعم لقطاعات معينه ده ممكن يشجعني. التكنولوجيا، لو انا كمصنع لقيت ان انا ممكن بدل ما يبقى عندي 200 عامل في مصنع ممكن اشتري خط انتاج يشغل لي نفس الانتاج ده ويطلع لي نفس كميه الانتاج بثلاث اربع افراد، غالبا هروح اجيب خط الانتاج ده واوفر على نفسي فلوس، وبالتالي انا عندي علاقه طرديه مباشره بين حجم الانتاج وبين السعر، كل ما السعر عالي كل ما حجم الانتاج اللي انا مستعد انتجه بيزيد. على الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه المنحنى بتاع الطلب اللي فيه علاقه عكسيه بين كميه الطلب وبين السعر، كل ما السعر يزيد كل ما الطلب يقل، وده شيء طبيعي، انا متعود اشتري حاجه برقم معين، اول ما سعرها يزيد يا اما بقلل من كميه المشتريات بتاعتي يا اما على الاقل ما بزودش، بس في العادي بقلل، وبالتالي انا متعود ان انا اشتري على سبيل المثال منتج معين، بسكوت معين، البسكوت ده كنت بجيبه وسعره على سبيل المثال 5 جنيه، لما سعره بقى وكنت بجيب منه كل يوم، يعني بجيب منه 30 مره في الشهر، لما سعره بقى 10 12 جنيه مثلا عشان هو كان مستورد ممكن افضل اجيب منه، بس مش هجيب منه 30
مره في الشهر، هبتدي اجيب منه 15، هجيب 20. وشفناها يمكن في الدول اللي مرت بتحول اقتصادي زي مصر، زي تونس، حتى المغرب مؤخرا، الاردن، لما حصل ارتفاعات في اسعار منتجات كتيره جدا، الناس ابتدت تقص او تخفض من حجم الاستهلاك بتاعها من المنتجات. طيب، وبالتالي انا كل ما سعر المنتج بيزيد، كل ما الطلب بتاعي عليه انا كمستهلك يقل، وبالتالي الطلب بيكلمني انا كمستهلك مش بيكلمني كمنتج. العرض اللي هو السبلاي بيكلمني انا كواحد صاحب مصنع او منشأة بتنتج. الطلب بيمثل واحد مستهلك. طيب الطلب بيتحدد على ايه؟ بيتحدد على الاذواق. مره واحده ممكن يطلع موضه ان احنا بنحب ناكل سوشي، فناس تلاقي اللي بيعمل سوشي بقى احنا بنحب السوشي. مره واحده بقى في موضه بتاعه الاكل الصحي، فكلنا نروح ناكل صحي. مره واحده بقى في موضه بتاعه البنطلونات المقطعه، بالتالي بقى خلاص بقى في ده طلب، ده غير حجم الطلب. مستويات الدخل، لو انا عندي زياده في مستويات الدخل ده بيغير الطلب. في الفترات اللي فاتت يعني قبل 2015، قعدنا من 2008 ل 2015 كذا مره في دول الخليج يتم رفع معدلات الرواتب بشكل كبير لموظفين الحكومه في اكثر من بلد، الامارات، قطر، السعوديه، اكثر من بلد رفعت الرواتب. مره واحده الناس هي نفس الناس، دخلها زاد، وبالتالي الطلب بتاعها زاد. وبالتالي انا عندي عرض وطلب. العرض دايما فيه علاقه طرديه بين السعر وبين الكميه، الناحيه الثانيه الطلب العكس، فيه علاقه عكسيه بين الطلب وبين الكميه. تمام؟ طيب لو جينا بصينا على موضوع تاني وموضوع مهم جدا، وموضوع المنفعه او اليوتيليتي. واحده من اكبر الحاجات اللي كانت بتقابل الناس بتاعت الاقتصاد هو ازاي نحسب المنفعه اللي الناس بتطلع بيها لما تستهلك منتج. يعني انا النهارده عندي واحد، الواحد ده عدى على عربيه ايس كريم في الشارع، فاشترى ايس كريم. طيب هو اشترى ايس كريم، لما اشترى ايس كريم دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ طب هو الايس كريم اللي اشتراه ده هو انبسط بيه ولا لا؟ طيب لو في اتنين اشتروا ايس كريم، واحد اشترى من عربيه ايس كريم في الشارع let's say ب 5 جنيه، والتاني دخل ماكدونالدز اشترى ايس كريم ب 10 جنيه، هل الاثنين عندهم نفس الساتسفاكشن، نفس المنفعه ولا لا؟ فابتدى يبقى في تحدي بيقابل علماء الاقتصاد او الناس المهتمه بالاقتصاد، ازاي نقيس المنفعه؟ لان انا لو عرفت احسب المنفعه هقدر احسب الاسعار الحقيقيه بشكل كبير، وهقدر اقول هل فعلا الطريقه اللي انا بسعر بيها مظبوط ولا لا، وهقدر اتوقع الناس مستعديه تشتري مني ولا لا. وبالتالي طلع مفهوم اليوتيليتي. مفهوم اليوتيليتي هو مفهوم اقتصادي هدفه ان هو يحسب الحجم الساتسفاكشن او حجم الاشباع اللي عند المستهلك. واسهل طريقه عشان افهم موضوع الساتسفاكشن ده او الاشباع او اليوتيليتي، تصور ان حضرتك او حضرتك بقالكم في الصحراء 3 4 ايام، تهتوا، دخلتوا مع مجموعه طالعين تعملوا هايكنج او تتسلقوا جبل او تعملوا سفاري، ومره واحده تهتوا. فلما تهتوا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان يعني ابتدى في عطش، مره اثنين ثلاثه، عدى يوم، بعد ما عدى كام يوم قابلت حد بالصدفه. اول ما قابلته معاه ميه، فمعاه ازازه ميه عاديه اللي هي 600، اللي هي نص لتر دي، او فقال لي الازازه دي ثمنها في السوق 2 جنيه او 3 جنيه، انا مستعد ادفع فيها كام؟ فلنفترض ان انا كان معايا 1000 جنيه وانا داخل الصحراء، فانا اول ما هشوفه بقالي 3 ايام ما شربتش ميه، انا شبه ميت، فعلا شبه ميت، مستعد اعمل اي حاجه واشتري الميه دي، فممكن ادفع 200 جنيه 100 جنيه، ممكن ادفع اي حاجه، ممكن ادفع 200 جنيه عشان اخد ازازه الميه. هو عارف ان انا عطشان، بس ازازه الميه دي في الوقت العطش ده يفرق كتير جدا، فانا دفعت 200 جنيه في اول ازازه ميه عشان بس اشرب ميه. طيب بعد ما شربت ازازه الميه دي هل انا شبعت؟ هل انا خلاص مش محتاج ميه تاني؟ لا اكيد، ما انا بقالي 3 ايام ما شربتش ميه. فهقول لقيت معاه ازازه ميه تانيه، فقال لي طيب انا مستعد ابيع لك ازازه الميه التانيه، هشتريها بكام؟ هشتريها ب 200 جنيه ولا باكتر ولا باقل؟ انا دلوقتي ما بقتش هموت من العطش، وبالتالي احتياجي للميه قل،
بس انا لسه عطشان، بس مش زي المره الاولانيه، فمستعد اشتري بس هشتري بسعر اقل، وبالتالي لما بشتري وبالتالي عشان انا الاشباع اللي هاخده اقل، وبالتالي رغبتي في دفع الفلوس اقل، وبالتالي مش هدفع 200 جنيه ممكن ادفع 100 جنيه. شربت الازازه الثانيه، بعد ما شربت الازازه الثانيه لسه عطشان، انا مستعد اشرب، فلقيت عند الراجل ده ازازه ثانيه، فقلت له لو سمحت انا عايز ازازه ثانيه، قال لي ماشي هتشتريها بكام؟ قعدت اشتريتها ب 30 جنيه، الرابعه هشتريها ب 10 جنيه، الخامسه هشتريها ب 3 جنيه اللي هو سعرها في السوق. طب السته خلاص، انا شربت دلوقتي داخل في 2 3 لتر ميه، انا كبني ادم مهما كنت عطشان بعد 3 لتر ميه حتى لو بقالي يومين ثلاثه ما بشربش، مش قادر، اصبح رغبتي ان انا اشرب ميه تاني بقت قليله جدا. وبالتالي ده المفهوم، واحد من اهم المفاهيم في الاقتصاد، مفهوم الاشباع، ومفهوم ان الاشباع ده بيقيس الى اي مدى استهلاكي لمنتج معين بيحقق لي اشباع او بيحقق لي منفعه. كل يونت او كل وحده من المنتج دي بستهلكها بتعمل لي حاله معينه من الاشباع. لو انا بستهلك عدد كبير من الوحدات لمنتج معين، كل يعني كل ما استهلك اكتر، كل ما اللي يحصل معايا ايه، كل ما رغبتي على ان انا استهلك الاشباع اللي باخده من المنتج الجديد او الوحده الجديده بيبقى اقل من الوحده اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. ازازه المايه الاولانيه هي اعلى اشباع وبالتالي بدفع فيها اعلى فلوس، ازازه المايه الثانيه اقل، ازازه المايه الثالثه اشباع اقل، والرابعه اشباع اقل. وعشان كده في قاعده بيسموها diminishing marginal utility او تناقص المنفعه الحديه، بمعنى ايه؟ ان المنفعه اللي باخدها من كل وحده استهلاك بتقل تدريجيا مع كل وحده بستهلكها. عشان كده لما بتروح تشتري مثلا في محل بيتزا فبيقول لك خد 2 بيتزا وخد الثالثه مجانا، مع انه هو كان البديل انه يقول لك خد 2 بيتزا وهعمل لك 30% خصم. هو لو عمل لك 30% خصم وفي 2 رايحين هياكلوا كام بيتزا؟ هياكلوا 2، لكن لو لان هم دول هم اللي محتاجينه. لكن هو لو قال لي خد 2 والثالثه مجانا انا هشتري الاثنين فهدفع ثمن الاثنين، هدفع 100% من ثمن الاثنين، والثالثه هاخدها مجانا، وبالتالي هو كسب ان هو باع واحده ثالثه. في النهايه هو اداني خصم حاجه و30% في الحالتين، بس في النظام الاولاني هو اداني خصم على بيتزايتين، في النظام الثاني هو اداني خصم على على برضه على على 3 بيتزات، وبالتالي هو كسبان كده اكتر، وعارف ان انا المنفعه بتاعتي من الزياده اقل بكتير، وبالتالي هو اداني الخصم الحاجه و30%، انا مبسوط، لكن هو مبسوط اكتر من لو كان اداني حاجه و30% بشكل كبير. وده مفهوم رئيسي في الاقتصاد، ان كل ما بيزيد استهلاك الشخص او او الشركه او المؤسسه من استهلاك وحده او منتج معين، كل ما يعني الاشباع كل ما الاشباع بيقل، وبالتالي دي حاجه بتؤخذ في الاعتبار. واحدة من المبادئ الثانية اللي بنسميها اللو اوف ديمينشنج مارجنال ريتيرنز، بمعنى ان انا لو واحد عندي مصنع وبنتج، الانتاج بتاعي ده مش كل ما بزود حجم الانتاج كل ما البرودكتيفيتي او الانتاجية بتزيد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في انواع كتيرة من الصناعات في حالة من الثبات في الانتاجية، يعني لو في عندي مخزن بيعملوا حاجات غزل يدوي او بيعملوا سجاد يدوي، مصنع سجاد يدوي، هي الست مثلا بتاخد على سبيل المثال اسبوع عشان تعمل سجاده صغيره، وبالتالي بتعمل 4 في الشهر. لو جبت 10 ستات هيعملوا 10 في الاسبوع يعني 40 في الشهر. لو جبت 100 ست هيعملوا 100 في الاسبوع يعني 400 في الشهر، وبالتالي هلاقي ان هو في حاجه بيسموها كونستنت ريتيرنز تو سكيل، يعني كل ما انا عايز ازود الانتاج كل ما لازم قصاده ازود وحده ثابته او ارقام ثابته من البني ادمين قصادها. الناحيه الثانيه، على الناحيه الثانيه في حاجه اسمها الانكريزنج ريتيرنز تو سكيل. الانكريزنج ريتيرنز تو سكيل دي ده كل ما بزود عدد الوحدات اللي بنتجها كل ما الانتاجيه بتزيد، ودي بتظهر بشكل كبير في الصناعه. الصناعات اللي بيبقى فيها يعني ميزه كبيره من ان انا اكبر الانتاج، وعشان كده احنا دايما بنسمع يقول لك الاسعار المنتجات الصينيه رخيصه، اصل هم بينتجوا كميات كبيره، وبالتالي المصنع اللي بينتج كميه كبيره
تكلفه اليونت الواحده او تكلفه الوحده الواحده بتقل بشكل كبير. وعشان كده ده اللي بيسموه الانكريزنج ريتيرنز تو سكيل، او ان في زياده في الارباح وفي الايرادات الناتجه من المنشاه الصناعيه. في على الناحيه الثانيه حاجه نقيده، كل ما ازود حجم الانتاج اللي انا باخده من المنشاه كل ما الانتاجيه بتقل، وده بيحصل في بعض الانشطه زي نشاط المعادن. انا لو عندي حقل بترول وبهلكه بسرعه، يعني بطلع منه بسرعه بسرعه بسرعه، قدرته على ان هو يطلع لي يعني او قدرته على الانتاجيه بتقل بمرور الوقت. نفس الكلام الاراضي الزراعيه ليها دوره، وبالتالي انا كل ما بهلك في الارض كل ما الربحيه والعائد اللي جاي منها بيقل. طيب هنروح نشوف حاجه ثانيه، وهنروح نشوف حاجه من مبادئ الاقتصاد يعني بشكل كبير، وهنروح نشوف ان واحده من الحاجات اللي بتقابلنا في الاقتصاد هو شكل السوق. زي ما قلت لكم قبل 2000 قبل الثوره الصناعيه ما كانش في مشكله في الاقتصاد قوي، لان الاقتصاد كان بسيط وسهل والدنيا ملمومه. بعد الثوره الصناعيه ابتدى يبقى فيه بشكل كبير قوي احتياج ان احنا نبص على الاسواق، وابتدى يبقى يظهر لنا اشكال مختلفه من الاسواق. فبمرور الوقت ابتدى يظهر اربع انواع من الاسواق. لو اخذناهم من اليمين للشمال هناخد حاجه اسمها مونوبولي، الاحتكار. اوليجوبولي احتكار جزئي او وجود مجموعه من اللاعبين بيمارسوا نوع من انواع الاحتكار مع بعض. النوع الثالث بيسموه مونوبوليستيك كومبيتيشن، اللي هي المنافسه الاحتكاريه، عدد اكبر من اللاعبين او من الناس الشركات اللي في السوق بس برضو عندهم نوع من انواع الاحتكار ولكن قليل. والنوع الاخير اللي في اقصى الشمال اللي بيسموه البيرفكت كومبيتيشن، او المنافسه المثلى يعني، او المنافسه المثاليه. لو جينا بصينا على المونوبولي دي حاله فيها محتكر، شركه واحده بتقدم الخدمه، مفيش غير الشركه دي، في كومبيتيشن او المنافسه معدومه، الشخص ده او الشركه دي محتكر السوق، سواء هي الوحيد اللي بيقدم الخدمه او هي اللي محتكره 70 80% حتى من السوق ومعاها ناس ثانيه، بس هي الاساس. وفي كميه كبيره من العوائق لدخول السوق، يعني النهارده عشان حد يجي يخش ينافس الشركه دي محتاج ان هو يتخطى كتير من العقبات، زي ان هو ياخد رخص، زي ان هو يحط استثمارات كبيره، ودي بنلاقيها في فتره طويله. مثلا زي الكهرباء، انت النهارده لو جالك فاتوره الكهرباء فما عجبتكش الفاتوره وقررت تتخانق مع المقدم بتاع الخدمه، هيعمل ايه؟ هيفصل النور عنك، وبالتالي يعني هو في بلاير رئيسي، انت كمستهلك ما عندكش قدره للكلام معاه، فهو مسيطر عليه بشكل كبير. في حاله الاوليجوبولي هي نوع من انواع المنافسه، بس نوع من انواع الاحتكار، بس ما بيبقاش حد لوحده، بيبقى عاده الاثنين ثلاثه دول بيبقوا مسيطرين على السوق. بيبقى المنافسه قليله شويه، ولكن بينافسوا بعض منهم وبين بعض، وبيبقى برضه في عوائق كبيره لدخول السوق. اسواق الاتصالات في المنطقه دلوقتي كده كل بلد هتلاقي فيها 2 أو 3 أو 4 مشغلين للخدمه، وبالتالي انا لو ما عجبتنيش الشركه دي الاولانيه بروح للثانيه، ما عجبتنيش الثانيه اروح للثالثه. لكن بما ان هم بيرتبوا مع بعض وبيرفعوا الاسعار مع بعض بالتعاون طبعا مع او بموافقه وزاره الاتصالات او مرفق تنظيم الاتصالات في الدوله اللي هم فيها، فده من الحاجات اللي بيبقى فيها نوع من انواع الاحتكار بس الى حد ما اقل شويه. النوع الثالث اللي احنا بنسميه المنافسه الاحتكاريه والمونوبوليستيك كومبيتيشن، بنلاقي ناس في السوق عددها اكبر، 7 8 شركات مش 2 3. السبع ثمان شركات دول مسيطرين على السوق، المنافسه منحصره بينهم، في عوائق للدخول بس مش زي حاجات ثانيه. كتير من الاسواق دي زي اسواق العربيات، يعني احنا في العربيات عندك انواع معينه من العربيات بقالها سنين ما دخلش ناس تانية كتير عرفت تنافسهم، يعني لما اليابانيين في السبعينات والثمانينات عرفوا ينافسوا قعدوا كتير، الكوريين في التسعينات عشان يعرفوا يخشوا السوق قعدوا كتير، مؤخرا الصينيين، وبالتالي كل 10 سنين 15 سنه بتلاقي براند بيطلع، وبالتالي في نوع من انواع المنافسه الاحتكاريه، وبالتالي سوق فيه منافسه يعني فيه كومبيتيشن بس فيه شويه من شبهات الاحتكار. النوع الاخير اللي هي المنافسه المثلى او المنافسه البيرفكت كومبيتيشن، دي بيبقى فيها عدد كبير من اللاعبين، يعني العدد من اللاعبين دي كل واحد فيهم عنده فرصه زي الثاني، المنافسه بينهم كبيره جدا، مفيش حد واخد نسبه من السوق واي حد ممكن يسيطر عليه.
اشهر مثال لو انا عندي اكشاك بتبيع سجاير او بآلات اللي تحت البيوت في اي حته، ده سوق مفتوح كل الناس فيها زي بعض، طبعا لو استثنيت الهايبر ماركتس او السوبر ماركتس الكبيره. طيب انا عندي بس طلب، الناس اللي لو في حد فاتح المايك، لان انا تهيألي في مايك مفتوح، فلو في حد فاتح المايك يا ريت يقفله من عنده عشان ما بقاش في صدى صوت، لان في كذا حد اشتكى من صدى الصوت. شكرا. طيب نيجي تاني ونقول، طيب لو جينا بصينا ده على مستوى الافراد، تعالى بقى نتنقل على مستوى الدوله ونشوف هي الدوله شغاله ازاي او بتشتغل ازاي. الدوله كدوله عندها مجموعه زي ما قلنا، لما تيجي تبص هتلاقي في نوعين من الاقتصاد، ماكرو ايكونومكس او اقتصاد كلي، ومايكرو ايكونومكس او اقتصاد جزئي. شويه اللي فاتوا كنا بندي مقدمه على المايكرو ايكونومكس او الاقتصاد الجزئي المعني بالافراد والشركات. النوع اللي فوق اللي هو الماكرو ايكونومكس او الاقتصاد الكلي، ده المعني بالدوله نفسها. فالدوله عايزه ايه؟ الدوله عايزه شويه حاجات. الدوله عايزه استقرار في الاسعار. يعني ايه؟ يعني الدوله عايزه ما تلاقيش سعر المنتج النهارده 100 بعد كام يوم بقى 120. طب ليه ده بيحصل؟ لان التضخم او الانفليشن ريت اللي احنا بنسميه التضخم اللي هو مستوى ارتفاع الاسعار السنوي، التضخم ده بياكل من القوه الشرائيه بتاعت الافراد. فانا ما يهمنيش ان مرتبي 1000 جنيه او 1000 دولار او 1000 يورو، انا اللي يهمني هشتري بيه منتجات قد ايه. وبالتالي واحده من اكبر اهتمامات اي دوله ان يبقى في حفاظ على الاسعار، ان الاسعار ما تزيدش بمعدلات كبيره جدا. معدلات كبيره يعني ايه؟ يعني في الدول الناشئه اللي زي اللي في المنطقه العربيه، لما معدل التضخم بيبقى من 0 ل 10 بيعتبر معدل تضخم واطي، لما معدل التضخم يبقى من 10 ل 20 بيعتبروه متوسط لمرتفع، وانس ان معدل التضخم كسر ال 20% بيعتبروه معدل مرتفع جدا. في حاجه اسمها هايبر انفليشن او التضخم الجنوني، يعني ده بنتكلم على معدلات 50 و60%، ويمكن ده ما حصلش في المنطقه بتاعتنا في السنين اللي فاتت مع كل اللي حصل يعني. فده واحد من اهداف الدوله، انها تبقى في حاله من استقرار الاسعار. واحد من اهداف الدوله كمان ان هي يبقى عندها الجي دي بي او الجروس دوميستيك برودكت او اجمالي الناتج المحلي، كلهم نفس المعنى، بيزيد بشكل جيد كل سنه. يعني ايه اجمالي الناتج المحلي؟ يعني ما تم انتاجه من سلع وخدمات في السنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل اقتصاد بيتقاس بالناتج المحلي بتاعه. طب يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت عندي شركه بتعمل 10 مليون دولار ايراد في السنه، ده اللي هي باعته في السنه. لما انا اقول ان في دوله الاقتصاد بتاعها 10 مليار دولار، معنى كده انها انتجت سلع وخدمات بالرقم ده. وبالتالي زي ما الشركات بيتقاس حجمها بالايرادات بتاعتها، الدول بيتقاس حجمها باجمالي الناتج المحلي بتاعها. اجمالي الناتج يعني ايه؟ يعني ما تم انتاجه من سلع وخدمات خلال سنه معينه. وده مهم جدا، وده اللي بيتجاب عليه معدل النمو. فيقول لك البلد والله فيها معدل نمو 4%، يعني كل اللي انتجناه من سلع وخدمات زاد السنه دي مقارنه بالسنه اللي فاتت ب 4%. الدوله بيبقى مهم بالنسبه لها انها توجد فرص عمل، فتوجد هاي ليفل اوف امبلويمنت، يعني يكون في فرص توظيف كويسه، لان لما بيبقى في بطاله بيبقى في حاله من الاستياء العام، والاستياء ده بيعمل مشاكل وفي نفس الوقت بيزود معدلات الجريمه. والدوله بتعمل كده محتاجه كمان تتاكد ان في توزيع للدخل بشكل كويس. يعني ايه؟ يعني التوزيع الدخل على الطبقات المختلفه في المجتمع ماشي بشكل كويس. وبالتالي ما يبقاش في 1% يعني 1% من الناس هم بس اللي مسيطرين على الاقتصاد. وبالتالي لا، اكيد هيبقى في غني وفقير، بس الغني ده محتاج يكون بيدفع ضرائب، والفقير ده محتاج يكون عنده حد ادنى من التكافل. الاربع اهداف الرئيسيه دي الدوله بتحاول توصل لهم، وبتستخدم نوعين من السياسات، سياسه بنسميها فيسكال بوليسي او السياسه الماليه، وسياسه بنسميها مونيتري بوليسي او السياسه النقديه. الفيسكال بوليسي او السياسه الماليه دي دور الحكومه وبالاخص وزاره الماليه، يعني وزاره الماليه هي اللي بتقرر الموازنه قد ايه، هتصرف قد ايه، هتلم ضرائب قد ايه، هل هتزود الانفاق الحكومي، هتقلل الانفاق الحكومي، هل هتفرض ضرائب جديده وجمارك جديده ولا لا. دي كلها قرارات بتاخدها وزاره الماليه والحكومه بشكل عام عشان تحقق جزء من الاهداف دي. النوع الثاني من القرارات المونيتري بوليسي او السياسه النقديه، ودي معني بيها البنك المركزي. البنك المركزي هو اللي بياخد القرارات المختصه بايه هو سعر الصرف، وايه هو يعني لحد كبير سعر الفايده اللي موجود في السوق، اللي من شانه ان هو يحافظ على
مستويات اسعار تبقى متوازنه وحركه في السيوله الى حد كبير جيد. دول الشقين الرئيسيين اللي اي دوله بتكون شغاله عليهم. لو جينا بصينا لما نيجي نبص على النظم الاقتصاديه هنبص نلاقي ان احنا دائما عندنا لما بنيجي نتكلم على خمس نظم اقتصاديه، عندنا ما يسمى بالتراديشنال ايكونومي او الاقتصاديات البدائيه اللي مبني يعني على حاجات زراعيه وحاجات قبليه، عندنا حاجه الاسلاميك ايكونومي او الاقتصاد الاسلامي وممكن نعلق عليها سريعا والمره الجايه ممكن نتمخ يعني نشرح اكتر فيها، وعندنا بعد كده ثلاث انواع من الاقتصاد هم دول اكتر حاجات الناس بتتكلم عنها، الكوماند ايكونومي او الاقتصاد اللي فيه مركزيه كبيره جدا 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 اقرب للنظام الاشتراكي، كل حاجه في ايد الدوله، دور الحكومه كبير ودور الافراد قليل. في على الناحيه الثانيه الماركت ايكونومي او اقتصاد السوق، السوق هو اللي بيحرك والسوق هو اللي بيدير، وفي في النص حاجه اسمها الميكس ايكونومي او الاقتصاد المختلط، وده اللي ظهر في فتره طويله في فتره الاخيره في بلاد كتير. لو جينا هنعدي على كل واحد من الانواع دي ونعلق عليهم سريعا قبل ما نفتح الباب للاسئله، فاحنا قدامنا يعني 7 أو 10 دقائق نخلص الحته دي وبعدين هيبقى عندنا 15 20 دقيقه للرد على الاسئله، فيا ريت اللي عنده اسئله يكتبها في الكومنتس هنا او يكتبها على صفحه الفيسبوك في الكومنتس وهنجمعها كلها ونجاوبها مع بعض ان شاء الله اللي نقدر منه يعني. اول نوع من انواع الاقتصاديات بيسموه الاقتصاد البدائي او الاقتصاد التقليدي، وده بيبقى في الحتت النائيه اللي منعزله عن نفسها زي مزارع الشاي في جنوب الهند، زي بعض الحتت في الاسكا او في جرينلاند او في سيبيريا، حته كده على بعضها ماشيه بصوره انها قبيله، العرض والطلب فيها يعني محدود، الاقتصاد بدائي، المجتمع بيشير او بيشارك بعضه في الانتاج وبيحل مع بعض المشاكل، فهو اقتصاد قبلي او بدائي جدا جدا جدا، وده هو الاقتصاد اللي كان سائد قبل الثوره الصناعيه في اغلبيه الدول واغلبيه الاماكن، مش في كله لان كان في دول طبعا كان في في قبل الثوره الصناعيه كان في الخلافه العثمانيه وكان في اوروبا دول وامبراطوريات فكان عندهم، بس كان مازال برضو الاقتصاد البدائي ده مسيطر على كتير من العالم. النوع الثاني من الاقتصاديات الكوماند ايكونومي او الاقتصاد اللي هو اللي احنا بنسميه في احوال كتيره الاشتراكي او الاقتصاد اللي الدوله بتلعب فيه دور كبير جدا، والدوله هنا بتقرر تاخد القرارات بالنيابه عن الناس، فهي الدوله ما بتسيبش الناس تقرر، الدوله هي اللي بتقرر ايه هي المنتجات اللي يتم انتاجها، هيتم انتاجها ازاي، سعرها ازاي، الموظف المفروض ياخد فلوس قد ايه، وتوزيع الموارد قد ايه. وده يفكرنا بفتره مصر عاشتها في الخمسينات وكتير من العالم عاشها في الخمسينات حتى في المنطقه، لما كان الناس بتتخرج بتروح القوى العامله تقدم عشان القوى العامله انت هتروح وزاره التجاره، انت هتروح وزاره التخطيط، انت هتشتغل هنا، فكانت الدوله بتحدد لك انت هتشتغل فين، والدوله بتدي لك التموين فكره التموين بتروح تصرف منه، والدوله لما بينزل في فراخ في الجمعيه بتروح تاخد الفراخ دي، والدوله بتصرف لك بيجامات في مصر كلها كان في ساعتها بتلبس بيجامات لون واحد، ولما ارتبطنا بسوريا في التحالف اللي حصل او في الوحده مع سوريا كنا مصريين وسوريين بيلبسوا نفس اللبس، فهو كانت الدوله بتاخد القرارات، الدوله كانت عندها قناعه ان هي تقدر تاخد القرارات دي بان بدل ما احنا كافراد نقعد نشغل دماغنا هنلبس ايه وناكل ايه، لا هي الدوله يعني بتاخد القرارات دي بالنيابه عننا كلنا، ودي يعني مصر طبعا اتغيرت عن ده كتير، واغلبيه دول المنطقه بعدت تماما عن الاقتصاد الاشتراكي في بدايه من الثمانينات وبالذات في التسعينات، وفضل في ثلاث نماذج، النموذج الصيني وان كان بقى نموذج اشتراكي بس متحرر شويه وبقى فيه منفتح، وان كان نموذج مختلف عن الماركت ايكونومي او اقتصاد السوق اللي نعرفه، كوريا الشماليه نموذج اشتراكي يعني واضح جدا جدا جدا، الاقتصاد الايراني اقتصاد لفترات طويله كان الدوله بتلعب فيه دور، فهي دي نور يعني نظم اقتصاديه الدوله بتلعب فيها دور كبير، مش كلهم زي بعض ولكن دي امثله لنظم الدوله ليها دور كبير في ايه هي القرارات الاستراتيجيه اللي احنا محتاجين ناخدها، وبالتالي ننتج قد ايه حديد، ننتج قد ايه سكر، المناطق دي يتزرع فيها ايه او يتصنع فيها ايه، وبالتالي الدوله هي اللي واخده الكوماند، هي اللي واخده القياده. النوع اللي بعد كده اللي بنسميه الماركت ايكونومي او اقتصاد السوق، في اقتصاد السوق الدوله بتبقى بتاخد خطوه لورا وتتراجع وتسيب مساحه كبيره للافراد والشركات والمؤسسات ان هم اللي ياخدوا القرارات، وبالتالي اللي عنده حته ارض عايز يعمل عليها مصنع يعمل،
المصنع ده يعمله مصنع حديد، يعمله مصنع، هو حر، هو يتحمل الحاجه بتاعته. يعني كل واحد بينتج، يعني كل واحد ينتج ويستهلك بالشكل اللي هو يكون مناسب يعني بالنسبه له. انا كمنتج بنتج، لو الناس بتشتري مني دي بحظي كويس، لو الناس مش بتشتري مني دي مشكلتي. انا كمستهلك معروض عليا عدد كبير جدا من المنتجات، اختار اللي يناسبني. لو في حاجه لقيت سعرها غالي يعني اخدها، ما اخدهاش. لو في حاجه سعرها كويس بشتريه. طيب الدوله هنا بتتراجع وبتسيب مساحه للقطاع الخاص بشكل كبير والافراد ان هم يختاروا اللي هم عايزينه. طيب وبالتالي الدوله دورها بيتراجع، وهنا بيجي دور يعني كبير، لان احنا لما كنا بنتكلم على اقتصاد السوق، زي ما اقتصاد السوق بيسيب مساحه للافراد وللشركات انها تاخد قراراتها، هو بينتج عنه ان في ناس ممكن يبقى وضعها الاقتصادي او المادي سلبي، بس ما نعرفش نعمل لها حاجه، لان هي يعني خلاص هو حظه كده بقى يعني، وبالتالي انا مش مشكلتي ان انا يعني اعمل له حاجه. فعشان كده ابتدى يظهر ما يسمى بالاقتصاد المختلط. الاقتصاد المختلط هو خليط من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، بمعنى ان هو بيسيب مساحة للافراد والشركات ان هم يشتغلوا، وبالتالي الشركة تنتج اللي هي عايزاه، الفرد يستهلك اللي هو عايزه، ولكن الدولة بيبقى عندها نظام حماية اجتماعية كبير، انها بتفرض ضرائب كبيرة جدا وعالية جدا، تقدر من خلالها انها تاخد جزء كبير من ارباح ومن الدخل من الاغنياء ومن الشركات عشان تصرف على ناس محتاجين. ممكن الناس دي يكون عندهم اعاقات، ممكن الناس دي يكونوا كبار في السن، ممكن الناس دي يكونوا مرضى، هم مش مكسلين، هم بس ظروفهم ما سمحت لهمش ان هم يقدروا يعملوا الكلام ده بنفسهم. الدول الاسكندنافيه، النرويج والسويد وفنلندا من اشهر الدول في الحاجات دي، اليابان ديفينيتلي ده من اشهر الدول، برضو من الدول الشهيره، اقتصاد مفتوح فيها بورصات وفيها بيع وشراء والمستهلكين يعملوا اللي هم عايزينه، ولكن في اعاده توزيع للدخل كبير بيتم عن طريق كمية من الضرائب كبيرة ونظام حماية اجتماعية كبير. لو جينا للاقتصاد الإسلامي، وده حاجة من الحاجات الجدلية الكبيرة بالأسباب، لأن يعني لو جينا اتكلمنا على تعريفه، هو تعريف أي نظام اقتصادي، هو نظام من، عشان أقول على حاجة إن هو نظام اقتصادي لازم يكون فيه مؤسسات واضحة، ولازم يكون اتطبق في بعض الدول على السكيل اللي احنا بنشوفه في عصرنا الحديث، ولازم النظام ده يكون اتعمل بقى فيه مواجهه بينه وبين نظم اقتصاديه ثانيه، فعرف يشتغل معاها وعرف يحل مشاكله معاها وعرف يبان مميزات وعيوب هذا النظام. الاقتصاد الاسلامي فيه كميه كويسه جدا وكبيره جدا من المبادئ، المبادئ دي ظهرت في الفتره اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها والفتره اللي الخلفاء الراشدين حكموا فيها، وبعد فترات اللي كان فيها حكم جيد اللي ظهر فيها بعض المبادئ العامه للاقتصاد الاسلامي، بس كمبادئ. ولكن التعريف، علم تعريف النظام الاقتصادي بالتعريف الحديث اللي احنا عايشين فيه، صعب جدا تقارن ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي بحاجه زي الاشتراكيه او الراسماليه سمح لها انها تتجرب لعقود طويله فطلعت مميزاتها وعيوبها، سواء في حاله الراسماليه في الدول الغربيه او في حاله الاشتراكيه في حاله الاتحاد السوفيتي والصين، طلعت مميزات وعيوب وقدرنا نحللها. في حاله الاقتصاد الاسلامي ما عندناش الفرصه دي، عندنا بس شويه مبادئ. وهنا برضو عشان كتير من الناس بتتلخبط، احنا مهم نفرق بين حاجتين، بين التمويل الاسلامي اسلاميك فاينانس، والاقتصاد الاسلامي اللي هو الاسلاميك ايكونومي. اسلاميك فاينانس هو التمويل الاسلامي الى حد كبير في تقدم جدا، وفي نماذج اسلاميه للتمويل، فبدل التمويل التقليدي اللي مبني على الربا، ان انا اسلفك فلوس فانت ترجع لي فلوس، في عمليات ماليه زي المضاربه وزي المرابحه، وبالتالي طلعت البنوك الاسلاميه، شركات تاجير تمويل اسلامي، وبالتالي اسلاميك فاينانس او التمويل الاسلامي ده مجال واسع جدا حصل فيه نمو كبير. دول كتيره، الامارات كان فيها مساحه كبيره في التقدم في الحته دي، ماليزيا من الدول اللي حصل فيها تقدم في الحته دي، لندن هي السنتر او المركز الرئيسي للاقتصاد الاسلامي في الحته دي. ممكن انا شخصيا كنت درست يعني شويه في الاقتصاد الاسلامي وعملت دبلومه كاسلاميك فاينانس، كاسلاميك فاينانس كتمويل اسلامي، في حاجه اسمها تمويل اسلامي، في حاجه اسمها سكوك بديل عن البونز او السندات
في حاجه اسمها مرابحه ومضاربه ومشاركه ومزارعه بديل عن القروض التقليديه. فالاقتصاد التمويل الاسلامي حاجه والاقتصاد الاسلامي حاجه تانية. الاقتصاد الاسلامي معني بشكل النظام الاقتصادي عامل ازاي. احنا عندنا كتير من المبادئ اخذناها من السنه في الفتره اللي النبي صلى الله عليه وسلم طبقها، واخذناها من الفتره اللي بعد كده، لكن ما خدناش، لكن للاسف لم يسمح ليها في العصر الحديث انها تطبق بالمنظر الكبير. وعشان كده من الحكمه ان احنا ما نقولش ان في نظام اقتصاد اسلامي، نقول في مبادئ اقتصاد اسلامي، مبادئ كويسه لكن قدامها مساحه، لازم قدامها وقت طويل انها تتطبق وتتجرب ويحصل تطوير على النماذج بتاعتها لحد ما يبان للنماذج دي مميزات وعيوب ونعرف نطورها. لكن في مبادئ زي ان انت ما تتعاملش بالربا، زي ان في فرض للزكاه. وعشان كده لما نيجي نبص على مبادئ الاقتصاد الاسلامي هنلاقيها قريبه جدا من الاقتصاد المختلط، ان انت بتسمح بحريه التجاره للافراد وللشركات وحريه الاختيار بتاع المنتجات، ولكن عندك نظام بيسمح للدوله انها تلعب دور كبير، سواء دور في الرقابه على الافراد والشركات، سواء دور في اعاده توزيع الدخل عن طريق مؤسسه الزكاه، عن طريق مؤسسه عن طريق الصدقات، عن طريق الاوقاف. عندك كتير من الحاجات اللي بتعملها ان انت تسمح للناس تستهلك وتنتج بحريه، وفي حريه انتاج وحريه ملكيه، بس في نفس الوقت في مساحه كبيره من اعاده توزيع الدخل. وبتصور هو ده من الحاجات. عشان كده يعني لو في يوم من الايام بقى في مساحه ان يطبق حاجه زي اقتصاد اسلامي، الاوقع ان الناس تبتدي بالاقتصاد المختلط كحاجه ارضيه، كنقطه بدايه جيده. انا بتصور احنا خلصنا. لو في اي اسئله او اي استفسارات حد عايز، اتهيألي المجموعه اكيد في الايكونوميك سوسايتي جمعوا اسئله ممكن نعدي عليها. طيب انا هاخد مجموعه من الاسئله. افضل الكتب لدراسه علم الاقتصاد. انا بتصور ان يعني الموضوع ده مرتبط بالواحد جاي من اني خلفيه، وهل هو جاي من يعني بيتعرف لسه على علم الاقتصاد، ولا يعني ولا هو بقاله فتره كبيره. انا بتصور من اكتر الناس اللي ممكن يكون يعني بيفيد في حد زي ده واحد من اساتذتنا الكبار، دكتور جلال امين. فلو حد انترستد في الموضوع يقرا كتب دكتور جلال امين، ولو مصري على وجه الخصوص دكتور جلال امين كتب كتاب اسمه قصه الاقتصاد المصري، بيحلل فيه الاقتصاد المصري واللي مر بيه الاقتصاد المصري في ال 200 سنه اللي فاتوا. كتاب لطيف ودخله كويسه للاقتصاد، واتصور ان ده كتاب ممكن يفتح ذهن الناس. لو حد بيدور على هو اوريدي خريج اقتصاد وفاهم اقتصاد بشكل كويس وعايز يعني يتبحر اكتر، فانا بتصور ان هنا محتاج يبقى في سكك من اتنين. هل هو بيتبحر اكتر عشان عايز يشتغل مثلا في مجال زي البنوك او عنده خبره في سوق المال، ولا هو عايز او عايزه يدخله مجال التحليل الاقتصادي والكلام ده. اللي عايز يخش مجال التحليل الاقتصادي ومجال الاكاديميا فالماجستير والدكتوراه هو الاوقع. اللي عايز يخش اسواق المال فعاده مش محتاج يدرس اقتصاد بعد الجامعه، لو هو كان دارس اقتصاد او اداره اعمال عاده بيدرس شهادات سي اف اي، يعني يبقى سيرتيفايد فاينانشال اناليست لو هو عايز يكمل في القطاع بتاع الاسهم والبورصه، لو هو عايز يكمل في مثلا مجال الاستشارات الاداريه او يخش في حاجه من دي بيعمل ام بي اي. وبالتالي دي حسب الواحد عايز يدرس اقتصاد ليه. فهو للناس اللي لسه بادية من الأول الموضوع أبسط. في سؤال تاني. أنا خريجة سياسة واقتصاد تخصص اقتصاد 2017 وعايز أشتغل في مجال البورصة، مش عارف أبدأ منين، فمحتاج الإفادة من حضرتك. مجال البورصة بيحتاج إن الناس تشتغل على ما يسمى بالتحليل الفاندمنتال أناليسيس، التحليل الأساسي، والتكنيكال أناليسيس، التحليل الفني. وده مهم ان اللي هيتخرج ياخد شويه، في كميه كورسات كبيره النهارده في العصر اللي احنا فيه ده، كورسات اونلاين ملهاش اول من اخر، ودينا احنا هو بندي كورس اونلاين، ففي كميه يعني حاجات. واتصور ان الواحد ممكن يبدا بكورسات من على اليوتيوب ياخد خلفيه. وبعدين دلوقتي في حاجات زي كورسيرا ويوديمي، بلاتفورمز اونلاين ممكن الواحد يرجستر وياخد كورسات معتمده، فيشتغل على الفاندمنتال اناليسيس والتكنيكال اناليسيس، ويشتغل على ان هو يتعلم اكسل كويس. وديفنتلي اي حد عايز يشتغل في القطاع المالي اللغه بتكون عائق، يعني عائق كبير.
وبالتالي مهم ان الحد الواحد كمان يشتغل على اللغه بتاعته الانجليزي، او يمكن عشان كده احنا كنا حريصين ان على الرغم من المحاضرات كلها بالعربي الا ان السلايدز تبقى بالانجليزي عشان الناس تبقى رابطه بين الكلام بالعربي وبالانجليزي في نفس الوقت. في سؤال على ازاي الواحد يبقى خبير في الاقتصاد او خبيره في الاقتصاد في اسرع وقت. سؤال صعب، انا ما اعرفش ازاي الواحد ممكن يبقى خبير يعني، لكن اللي انا يعني وكلمه خبير دي بالنسبه لي ليها مدلول سلبي مش ايجابي، بس لو واحد ممكن يقول ازاي الواحد ممكن يبقى فاهم الاقتصاد ماشي ازاي، انا بتصور الاقتصاد من المجالات اللي فيها تراكميه كبيره جدا 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 في التحصيل، يعني اللي بيتابع الاقتصاد لمده شهر مهما كان شاطر عمره ما هيبقى فاهم زي اللي بيتابعه بقاله 5 سنين وزي اللي بيتابعه بقاله 10 سنين. فبالتالي انا بتصور المتابعه الدائمه هي المهمه، وبالتالي لو واحد او واحده عايزين يعملوا الكلام ده محتاج يشتغل في مجال التحليل الاقتصادي، سواء في بنوك الاستثمار، في شركات عندهم فريق ابحاث، في مراكز ابحاث اقتصاديه، يكون متابع وملم للاخبار الاقتصاديه ويكون دائم الكتابه. الكتابه والتحليل والنشر هي دي اللي بتخلي الواحد يتعلم اكتر، لان كل ما هقرا اكتر كل ما هتعلم اكتر، وبالتالي ده يعني ده تصوري يعني. في سؤال، انا خريج كليه تجاره قسم اقتصاد وانا حاليا في الجيش وحابب اشتغل في المجال ده، ايه الكورسات اللي تاهلني ان انا اشتغل في المجال ده فاستغل فتره الجيش في الكورسات؟ لو المجال ده المقصود بالقطاع المالي زي البنوك او شركات السمسره او البورصه او شركات الاستشارات الماليه، فانا بتصور الواحد ممكن يدرس حاجه زي السي اف اي، وهي بيبقى ليها امتحان كل 6 شهور او سنه، هم 3 مستويات ممكن الواحد يعمل. لو المقصود ممكن يدرس فاندمنتال اناليسيس تكنيكال اناليسيس. لو المطلوب ان الواحد يعني المقصود ان الواحد يبقى بيشتغل في مجال التحليل الاقتصادي، ففي زي الكورس اللي احنا بنديه ده كورس ابتدائي او مقدمه، ان شاء الله يبقى يعني يبقى كويس للناس. ممكن الناس الخطوه اللي بعد كده تدور زي ما كنت بقول على كورسيرا ويوديمي يشتغل عليهم بشكل كبير. واتصور ان كورسيرا ويوديمي النهارده بقى فيهم برامج معتمده من جامعات كبيره، فيعني الكواليتي عاليه جدا، والاونلاين ليرنينج ما بقاش صعب، وبالتالي لو واحد يعني يقدر يشتغل عليهم بشكل كويس. في سؤال، عايز ادرس اقتصاد، ايه افضل مكان، افضل الجامعات ادرس فيها، وهل جامعات مصر كويسه ولا اسافر احسن مع وجود امكانيات ماديه للسفر؟ انا عندي قناعه ان اي حد ممكن يقدر يسافر بره مصر، بالذات لو عايز يعمل حاجه بعد التخرج يعني بوست جراديوت يسافر، لاكثر من سبب. اولا جزء كبير من الاستفاده من السفر مش العلم بس، هو الاحتكاك والاكسبوجر، يعني الاحتكاك بيعلم الانسان حاجات ما بيتعلمهاش وهو هنا، ولا يعني يشوف ناس مختلفه من جنسيات مختلفه وطرق تفكير مختلفه، وبالتالي لو في حد عنده امكانيه السفر ان هو يروح يدرس بره بوست جراديوت بالذات، يعني ماجستير او دكتوراه وكده، طبعا ده احسن. كان في سؤال على معدل النمو. معدل النمو ده انا بقيس من سنه لسنه حجم الاقتصاد، يعني انا مثلا لو عندي شركه بتعمل السنه دي، السنه اللي فاتت 10 مليون جنيه، السنه دي باعت ب 11 مليون، فانا بقول انها زادت 10% من 10 ل 11، الواحد ده بيساوي 10% زياده. نفس الكلام لو عندي اقتصاد كان 3 تريليون جنيه، السنه اللي بعدها بقى 3.3 من 10 تريليون جنيه، بمعنى كده ان معدل النمو زاد 10%. فمعدل النمو هو الزيادة في حجم اللي تم إنتاجه من سلع وخدمات. في سؤال، هل هناك منتجات أو أفكار في المنتجات والتسويق كل ما يقبل عليها المستهلك تزيد حاجته ودرجة إشباعه وما تقلش؟ بيتهيألي في بعض المنتجات اللي بالعكس الإنسان فعلا زي ما حضرتك كتبتي كل ما بيستهلك منها أكتر كل ما بيدمنها، ودي المنتجات اللي بيبقى فيها شبهة إدمان. المنتجات دي ممكن تبقى اللي فيها شبهة إدمان، ممكن تبقى منتجات زي حاجات القهوة من المنتجات دي، الحاجات الساقعة، الكحوليات، المخدرات، فأي حاجة الإنسان بيدمنها ممكن تبقى يعني تبقى حاجة يعني كل ما الإنسان يقبل عليها أكتر كل ما يقدرش يتنازل عنها. هل تعتبر المشتقات المالية من النظام الرأسمالي أو النظام المختلط؟ هل يمكن تصنيف اقتصاد موازي بين الأنواع المذكورة؟ هل الدول بتعمل نظام اقتصادي معين زي الاشتراكي أو اقتصاد الدولة وبعدين تتحول نظام اقتصادي غيره كاقتصاد السوق مثلا؟ التحول ده بيأثر على الدولة ازاي؟ وليه الدول بتغير نظامها؟ ايه تأثير التضخم؟ طيب خلينا نتكلم على التاني. زي ما كنت بقول في ال 200 سنه اللي فاتوا في حاله من الاستراجل او من التضارب بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي. النظام الاشتراكي نظام مبني على ان الدوله بتلعب دور كبير، النظام الراسمالي الدوله بتاخد يعني جنب كده شويه، والافراد والسوق هو اللي بيلعب دور اكبر.
العلاقه بين الاثنين فضلت تروح وتيجي. ففي اوقات النظام الاشتراكي ركب فيها، كان هو المسيطر، كان جزء كبير من العالم في الخمسينات والستينات نظام اشتراكي، مصر منهم. وبعدين مع السقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي في سنه 90 وانهيار السور بتاع برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي، الاقتصاد الراسمالي بقى هو الاعم. يعني اللي يقرا في السبعينات والثمانينات كتب الاقتصاد كان في مقارنه بين الاشتراكيه والراسماليه ومميزات وعيوب ايه. من التسعينات ومع انهيار الاتحاد السوفيتي ما بقاش الكلام على الاشتراكيه والراسماليه، بقى الكلام على خلاص هي الراسماليه الصح والناس كلها لازم تتغير، لان خلاص ما بقى كان في قطبين بعد الحرب البارده، وانهيار الاتحاد السوفيتي بقى هو قطب واحد وكل الناس بتلف حواليه، فهو القطب ده خلاص. فبالتالي ابتدى العالم كله يتحرك للتوجه الراسمالي بشكل كبير. لما الدول بتتحرك للنظام الراسمالي في ايجابيات وفي سلبيات لاي نظام. النظام الاشتراكي من مميزاته ان في حد واحد بيقعد يخطط، وبالتالي ما فيش هدر، ممكن تلاقي في سرعه في انجاز المشروعات، سرعه في تقديم الحاجات. ولكن في سلبيه ان ان ان, إن مش بالضروره ننتج المنتجات اللي كلنا عايزينها. الناس بتفقد في احوال كتيره جدا الحماسه والرغبه على الشغل، لان كده كده انا هاخد مرتبي وكده كده انا هيدوني البيجامه الكاستور وكده كده هيدوني التموين، طب اشتغل ليه؟ فاي نظام سواء اشتراكي او راس مالي كل واحد ليه مميزاته وليه عيوب. الدول اللي تحولت من الاشتراكيه للراسماليه بعد سنه 90 كتيره، شرق اوروبا جنوب اوروبا كان في كتير، دول كتير اسيويه، دول كتير في المنطقه بتاعتنا ومنها مصر تحولت. الناس اللي الدول اللي طبعا امريكا اللاتينيه فيها دول كتير تحولت. الدول اللي تحولت زي اي حاجه في الدنيا، في ناس كانت التحول بتاعها ايجابي وفي ناس كانت التحول بتاعها سلبي جدا. الناس اللي بتتحول تحول ايجابي هي الناس اللي بتعرف تفتح مساحه للاستثمار المحلي والاجنبي. الاستثمار ده بيبقى في قطاعات بتعمل تشغيل وبتعمل تصدير، والدوله بتقدر تعمل نمو حقيقي بالصناعه. كوريا الجنوبيه مثلا دوله، تركيا ممكن تبقى مثال جيد، البرازيل في اوقات كتيره لحد كبير كانت مثال جيد، وفي دول تانية للأسف مش أمثلة جيدة. الدول للأسف لما عملت التحول، التحول ده كان تحول شكلي، ما كانش فيه يعني قطاع خاص حقيقي، وكانت في كارتلات أو في يعني ناس بتحتكر بشكل كبير. وعندنا مثلا أمثلة كتيرة، يعني إحنا في مصر تحولنا وكان في معدلات نمو كبيرة، بس معدلات النمو دي ما كانتش الناس حاسة بيها لأن هي مش بتتوزع بشكل كويس. في دول زي المكسيك، ما هي دولة زي المكسيك عندها المفروض نظام رأسمالي، بس في تايكونز أو حيتان كبيرة، وبالتالي للأسف الشديد ما فيش استفادة بالشكل المطلوب. وبالتالي التحول بحسب التحول بيتم صح أو لا، يعني ممكن في دول تحولت ومشي مظبوط، وفي دول تحولت وما مشيش مظبوط، مرتبط بمين اللي بيعمل التحول، وهل ده تدريجي ولا لا، وهل في ميزه تنافسيه بيتبني عليها الاقتصاد، ولا يعني بيتبني عليها النظام الاقتصادي، ولا الموضوع ماشي كده اي حاجه وتبقى الدوله تتحول لدوله استهلاكيه الى ما خلاف. لو جينا بصينا على سؤال تاني له علاقه بالتضخم، ايه علاقه التضخم بمعدل النمو؟ هو احنا عندنا معدلين للنمو، معدل نمو اسمي بنسميه نومينال جروث، المعدل النمو الاسمي. فانا مثلا كان الاقتصاد 3 مليار نط بقى 4 مليار فزاد 33%، لكن لو في نفس الفتره الاسعار زادت 23%، وبالتالي الاقتصاد كارقام زاد 33 بس الاسعار زادت 23، الفرق بينهم 10، هو ده معدل النمو الحقيقي. فانا عندي معدل نمو اسمي ومعدل نمو حقيقي. فالمعدل النمو الاسمي ده يعني زياده اسعار السلع، زياده انتاج السلع والخدمات بالفلوس، بخصم منها السعر، هل السعر زاد ولا لا، الفرق بينهم هو ده معدل النمو الحقيقي. وبالتالي انا ممكن يبقى عندي سنه معدل النمو الاسمي يزيد 10% والتضخم يكون 10%، فالنمو الحقيقي يكون صفر. فبطبيعه الحال ان التضخم بياكل من النمو الحقيقي. طيب ايه ليه في دول يعني في دول كتير جدا زي اوروبا بتلاقي معدلات التضخم 1 و2%، بينما في دول زي المنطقه بتاعتنا بنشوف ال10 وال15 وال20% وبنقول ال10% عادي. اولا الدول الغربيه، امريكا على وجه الخصوص في الستينات وفي السبعينات كان عندها معدلات التضخم عاليه جدا بعد فتره من النمو السريع اللي حصل بعد الحرب العالميه الثانيه، وقعدت البنوك المركزيه فترات طويله بتحاول تسيطر على معدلات التضخم الرهيبه اللي كانت موجوده. عاده الدول في مراحل النمو الكبيره بيجي معاها معدلات تضخم عاليه. احنا في حالتنا
معدلات التضخم معلش ممكن ال لو جينا بصينا على السؤال تاني، لما كنا بنقول على معدلات تضخم بنقول ان معدلات التضخم في الدول اللي زي اللي زينا بسبب ان التضخم جاي من الاستيراد، ان احنا دول بنستورد كميه كبيره من المنتجات بتاعتنا، وبالتالي التضخم اللي عندنا بيسموه imported inflation او تضخم مستورد. يعني اغلبيه التضخم اللي حصل في العشرين سنه اللي فاتوا كان في لحظه من اللحظات مرتبط بارتفاع دولار قدام الجنيه، اللي اثر على ارتفاع الاسعار بشكل كبير جدا جدا جدا. اما انت في دول اوروبيه، انت عندك او في امريكا عندك نوع من انواع الماتيوريتي او النضج في النظام الاقتصادي، وبالتالي معدلات النمو معقوله، معدلات ارتفاع الاسعار معقوله، فهو هناك بيستهدف معدل ارتفاع الاسعار او تضخم 2%. احنا في مصر بنستهدف 9 و10%، ولو جه 10% بنبقى مبسوطين قوي. في الخليج مع برامج الاصلاح الاقتصادي وتطبيق القيمه المضافه وزياده اسعار البنزين، بتصور ان هم هيشوفوا برضو معدلات تضخم بدل ال 2 3% اللي بقى لها سنين هيبتدوا يشوفوا 5 و10 و15. ايه راي حضرتك في دراسه الاقتصاد في الصين؟ الصين نموذج اقتصادي فريد، يعني اكبر الناس على احترامه، لان هو قدر ان هو ينجح. هو نموذج خليط، بس خليط غريب شويه. هو اقتصاد راس مالي مبني على نظام الدولة متحكمة فيه، فالاقتصاد ده فيه قطاع خاص وقطاع خاص موجود، لكن الدولة هي اللي بتمتلك الشركات الكبيرة كلها، وهي ده وهي الدولة هي اللي راكبة الشركات الكبيرة كلها، وبالتالي يعني ده في الأساس هو ده يعني ده. طبعا أنا بتصور إن نظام الاقتصاد الصيني فرصه في المستقبل أكبر بكتير من أي اقتصاد غربي، وبالتالي طبعا لو واحد يدرس التجربه في اولها في الصين وهي لسه يعني سخنه وطازه زي ما بيقولوا، ممكن يبقى عنده فرصه كويسه. وكتير من الجامعات الاوروبيه والامريكيه فتحت فروع ليها في الصين عشان تدرس هناك، وبالتالي في فرصه كويسه جدا. في سؤال على دقه معدل النمو، مش ممكن تنتج الدوله كميه معينه متعدده من السلك لكنها تخسر في النهايه، فالرقم يظهر كتير لكنها خسرانه، فازاي نقيس المعدل بدقه؟ قياس الاقتصاد القياسي او ان انا اقيس معدل النمو ومعدل التضخم عمليه صعبه، وفي في مصر مثلا حاجه اسمها الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، ده دوره، وفي كل دوله عندهم جهاز احصاء بيقعد يقيس ما تم انتاجه من سلعه وخدمات ويحسبها. دايما بيبقى في علامه استفهام على دقه الارقام بالذات في الدول الناميه، دايما دايما يعني. والسبب في ده ان في جزء من الاقتصاد بيبقى اقتصاد غير رسمي، يعني اقتصاد احنا مش شايفينه. يعني ايه مش شايفينه؟ يعني في اقتصاد رسمي بيمر عن طريق الضرائب والبنوك، وفي جزء من الاقتصاد غير رسمي احنا ما بنشوفوش ومش عارفين عنه اي حاجه، وبالتالي دايما الارقام بتاعتنا في معدلات التضخم وفي معدلات النمو ما بتبقاش دقيقه. اخر سؤال بيتكلم على كتاب راس المال في القرن الحادي والعشرين لتوماس بيكيتي. كتاب لطيف جدا ومن اكثر الكتب اللي انا شخصيا استمتعت بقراءتها. كتاب يعني القيمه الحقيقيه اللي فيه هو ان هو اخذ التحليل لتركز الثروه وتراكم الثروه عبر فتره طويله جدا، واثبت بالورقه والقلم ان انت لو كنت غني هتفضل غني، بينما انت لو كنت شاطر وبتموت نفسك فاحتماليه انك تبقى غني قوي زي اللي كان وارث فلوس قليله. وده بيثبت فكره ان اعاده توزيع الدخل ووجود نظام ضريبي عادل هو الحل للخروج من المشاكل اللي احنا فيها دي. وبالتالي انا بتصور هو كتاب كويس جدا، انصح الناس انها تقراه، وفي منه طبعا النسخه اللي كتبت بالانجليزي، وفي صديق عزيز وائل جمال وسلمى سلمى حسين الاثنين ترجموا الكتاب بالعربي، الكتاب موجود بالعربي والانجليزي وكتاب رائع. نصيحتي لما اي حد يقرا عن اقتصاد مقارن يقرا حاجه ويقرا عكسها، يعني يقرا الكتاب ويقرا الناس اللي انتقدت الكتاب. انا شخصيا بشوف ان الحكمه ان الواحد يعني يتعرف على مدارس الاقتصاد المختلفه وهو يشكل وجهه نظر لنفسه، ما يمشيش عمياني ورا اي حد. الساعه 9 ونص بالظبط بتوقيت القاهره. انا شاكر ليكم جدا، اتمنى ان اول سيشن او اول محاضره تكون مفيده. ان شاء الله احنا هيكون المحاضره الجايه بتاعتنا في نفس الميعاد يوم الثلاث الجاي الساعه 8، ان شاء الله نبتدي في الميعاد ونخلص في الميعاد، وشكرا لحضراتكم.